يوجد في المساجد ساعات حائطية تنبه الناس لدخول الوقت لكن معها صوت يشبه الجرس، فهل يجوز وضعها في المسجد؟ المسجد لا يوضع فيه شيء له صوت، لا يوضع شيء فيه صوت، يوضع فيه ساعة بدون صوت ما في مانع، ينظر فيها ويشاف الوقت، أما اللي يصوت أو الجرس أو هذا ما يوضع في المساجد. نعم.